الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم آداب طالب العلم مع فضيلة الشيخ أبو سعيد زيد بن أحمد الجزائري. هذه الدروس قدمها أبو سعيد زيد بن أحمد الجزائري في مدينة العين في الإمارات العربية المتحدة في السنة 1420 هجري الموافق ل 1999 ميلادي. الآن مع الشريط الأول. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول تعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآية يبين الله تعالى أنه خلق الجن والإنس لغاية عظيمة. هذه الغاية وهذه المهمة هي عبادة الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن مخلوقون في هذه الحياة وفوق هذه الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، وهذه العبادة لها شروط ولها أحكام يجب على الإنسان أن يتعلمها حتى يعبد الله تعالى على علم، فتكون عبادته صحيحة وتكون معاملاته موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى. لذلك كان لزاما على المسلم أن يطلب العلم وأن يتعلم كيف يؤدي هذه العبادة وكيف يعيش فوق هذه الأرض عابدا لله سبحانه وتعالى ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى. ذلك أننا نحن المسلمون نؤمن أن ديننا الإسلامي له تدخل وله أوامر وله نواهي علينا ولنا في كل مراحل حياتنا. فالمسلم يكون مسلما في بيته، ويكون مسلما في المسجد، ويكون مسلما في سوقه، ويكون مسلما في وظيفته، ويكون مسلما في حله وترحاله. إن ديننا الإسلامي أيها الإخوة ليس مثل الديانة النصرانية مثلا المحرفة التي هي محصورة داخل الكنيسة أو محصورة في طقوس معينة، لا،
المسلم يكون مسلما في كل مراحل حياته، لأن الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يجب عليك أيها الأخ أن تكون مسلما في حياتك كلها وفي مماتك. ما معنى من مماتك؟ يعني تموت على الإسلام، بما أنك طول عمرك تعمل لهذا الدين وتعبد الله سبحانه وتعالى، فإنك ستموت بإذن الله على هذا الدين. فمن كان معتادا على شيء فإنه عند الموت يتذكره ويأتيه. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، لا تذبح لغير الله، لا تتقرب بالذبح لغير الله من جن أو قبر أو ولي أو غير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي تكون لله، ومماتي أي الحالة التي يجب عليك أن تموت عليها أن تموت على الإسلام، تموت لله سبحانه وتعالى، يعني تموت طائعا لله. إذن هذه الأمور أيها الإخوة يجب علينا أن نعرف كيف نعبد الله، وكيف تكون عبادتنا صحيحة وموافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والطريق إلى هذا أيها الإخوة هو التعلم العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي هذا هو الطريق. ولذلك سنشرع إن شاء الله ابتداء من اليوم في دراسة بعض آداب طلب العلم، قبل أن نبدأ في دراسة التفسير وتفسير القرآن الكريم وشرح الأحاديث النبوية. ذلك أن سلفنا الصالح رحمهم الله كانوا قبل أن يدخلوا في تفصيلات العلم يتعلمون آداب طلب العلم. فالإنسان إذا تعلم آداب طلب العلم فإنه سيستفيد من العلوم التي سيدرسها بعد ذلك. أما إذا دخل مباشرة إلى العلم بدون أن يتعلم الآداب فلن يستفيد كثيرا، بل قد يكون ذلك العلم الذي يتعلمه وبالا عليه إلا من رحم ربي وقليل ما هم. وفي البداية نريد أن نعرف فضل العلم، فللعلم فضائل كثيرة مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة أيها الإخوة محصورة في نقاط أربعة. النقطة الأولى فضل العلم في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. النقطة الثانية ما المقصود بالعلم الممدوح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة وجوب العمل بالعلم والدعوة إليه. النقطة الرابعة متى يكون العلم فرض عين ومتى يكون فرض كفاية. والنقطة الخامسة ما هي طرق طلب العلم. فأقول وبالله التوفيق. اعلموا أيها الإخوة أن مرتبة العلم في الإسلام ومرتبة العلماء الربانيين هي أفضل المراتب بعد الرسالة والنبوة، وهي مرتبة الصديقية. ولهذا قرن الله تعالى في كتابه العلماء بالأنبياء، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. فجعل سبحانه درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة.